السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن السلامة في عمليات الهدم. هنبتدي بالمتطلبات العامة. أول شرط من المتطلبات العامة لعمليات الهدم: لا يسمح ببدء عملية الهدم ما لم تتوفر إجراءات واشتراطات الأمن والسلامة بموقع الهدم وبالمعدات التي سوف يتم استخدامها في عملية الهدم. تاني بند من المتطلبات العامة هو عدم مباشرة أي أعمال هدم إلا بعد الحصول على شهادات عدم ممانعة من كافة دوائر الخدمات: كهرباء، مياه، طرق، مجاري، مرور إلى آخره، والتأكد من مطابقة خطوط الخدمات ومقارنتها مع الطبيعة ومراجعة الجهة المعنية عند وجود أي اختلاف. قبل البدء في عمليات الهدم يجب إجراء مسح هندسي للمبنى يقوم به مهندس مؤهل معتمد لتحديد مخطط المبنى وحالة المنشأ والطوابق والجدران واحتمالية الانهيار المفاجئ لأي جزء من أجزاء المبنى ووجود مخاطر الهدم الأخرى المحتملة أو القائمة بالفعل. يجب أن يتم فحص أي مبنى مجاور يمكن أن يتواجد به عمال وموظفون أو ممتلكات تكون عرضة للخطر بنفس الطريقة، مع الأخذ بالاعتبار نوعية المباني المجاورة مثل المستشفيات حيث يمكن للضوضاء أو الغبار أو الاهتزازات أن تفرض اتباع أسلوب محدد للهدم. يجب إجراء مسح ابتدائي للأسبستوس لتقصي وجود ومدى وحالة وكميات المواد التي تحتوي على الأسبستوس في المباني القديمة أو المباني المعروفة أو المشتبه في احتوائها على مواد تشتمل على الأسبستوس، ويجب أن يقيم المسح جميع مكونات المبنى والمنشأة متضمناً الأماكن التي سيتم الوصول إليها والتي لن يتم الوصول إليها المحصورة، مع ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة للتحكم في خطر الأسبستوس وحماية العاملين من مخاطر التعرض للأسبستوس. يجب القيام بمسح ابتدائي للرصاص باستخدام أي أسلوب صحيح من الناحية العلمية، وذلك لتحديد تواجد الرصاص بالمباني، مع ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة لحماية العاملين بعمليات الهدم من مخاطر التعرض للرصاص. يجب إجراء مسح ابتدائي لتقصي وجود مادة بوليكلوريناتايد بايفينيل أو PCPS في تركيبات الإضاءة الفلورسنتية ووجود الزئبق في المصابيح الفلورسنتية في المباني والمنشآت المراد هدمها. والتخلص منها كنفايات خطرة بناء على الملاحظة البصرية ونتائج الاختبار إذا كان ذلك ضروريا، ويجب اعتبار مثبتات تيار الإضاءة الفلورسنتية التي لا تحمل ملصقا مكتوب عليه خالي من البوليكلوريناتايد بايفينيل أو مادة الـ PCBS اعتبارها تحتوي على هذه المادة. يجب تقديم وثيقة خطية للسلطات المختصة تثبت إجراء عمليات المسح المطلوبة ونتائج المسح. يجب أن يتحدد ما إذا كانت هناك مواد بناء أو مواد كيماوية خطيرة أو غازات أو متفجرات
أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد خطيرة قد تم الاستعانة بها في إنشاء أي مبنى أو الأنابيب أو الصهاريج أو المعدات الأخرى في العقار. وعند معرفة هذه المخاطر وتحديد نوعها وتركيزها، يجب إبلاغ السلطة المختصة التي هي إدارة السلامة والبيئة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على مثل هذه المخاطر أو التخلص منها قبل بدء عملية الهدم. يا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة، ولو عجبكم الفيديو ده ادعمونا بلايك وشير واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة.